أستاذ نبهان، ليش المؤسسات تحتاج إلى لائحة سياسات العمل؟ أوه، سؤال ممتاز، لأن إحنا حقيقة نتلقى كثير من الشكاوى والتحديات اللي يواجهها أصحاب الأعمال والمؤسسات في مسألة التعامل مع الموظفين وبالذات الموظفين الجدد. واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن تساعد في هذه المسألة هي لائحة نظام وسياسات العمل، أو ما يعرف بدليل الموظف. إيش هو دليل الموظف؟ إيش هي لائحة نظام وسياسات العمل؟ هي ليست مجرد مستند قانوني، ولكن هي حقيقة أداة تواصل احترافية تدير العلاقة ما بين صاحب العمل وما بين الموظف. أنت كصاحب عمل تتعامل مع العديد من الموظفين، محتاج إلى مرجع، هذا المرجع أساسي للقيام بممارساتك مع هذا الموظفين بطريقة عادلة، بطريقة فيها نوع من المساواة، فيها نوع من العدل وإلى آخره، وهناك تعزز ثقافة المؤسسة عندك، طريقة تعاملك مع هذا الموظفين. ما في شك أن هذه الأداة لوحدها ما راح تكون كافية لإدارة هذه العلاقة، ولكن هي مفترض تكون نقطة الانطلاقة.